يا عم بص بص، ولا حتى عارفين نعمل دي. انا مش عارف. طب هتلعبوا كوره ايه اللي بتلعبوه؟ لا كده كتير كتير قوي عليا يا ابني. اعمل حسابك اشتراك النت 300 جنيه في الشهر بالتمن برضه. ها بالشرع والقانون عندك مانع؟ لا لا ما عنديش. انت ليه خفت امبارح كده لما جرس الباب رن؟ هو ابوك ما حكالكش؟ لا ايه؟ في قتيل اتقتل في الشقه اللي فوقينا من يجي 20 سنه، وروحه لغايه دلوقتي هايمه في العماره كل يوم بالليل تخبط على الجيران. طب ومش بتفتحي له ليه؟ يمكن عايز حاجه. ده حتى الجيران اللي بعضيها. حلو يا ابني والله العظيم اهي هيحطها. والله حطها تاني والله العظيم. انت وش حلو. تعالي بس والله والله وش حلو علينا.